برنامج بوليتيك، مساءكم سعيد وطيب مشاهدينا الكرام. نواصل الحديث على زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لدولة قطر، أين تم اليوم الإمضاء على عديد الاتفاقات المشتركة بين البلدين في القانون والقضاء والتعليم العالي والتنمية الاجتماعية وفي الجانب الاقتصادي أيضا، في انتظار قمة الأوبك التي ستعقد بعد غد الاثنين إن شاء الله في الدوحة. نواصل الحديث على هذا الأمر، وأيضا ننتقل إلى قضية ميلاد مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري الذي يرأسه السيد كمال مولا بعد تزكيته من طرف الأعضاء 70 كما جاء في بيان التأسيس بالأمس. نناقش هذا الأمر مع عائلة بوليتيك دائما مع السعيد يرزي، مرحبا بك سعيد. مساء الخير. وأيضا مع علي بخلاف، مرحبا بك علي. وعبد الوهاب شاكون، مساءك سعيد وطيب. زيارة الرئيس أفضت إلى تقريبا عقد مجموعة من الاتفاقات كما كان منتظر بطبيعة الحال لتعزيز هذا التوطيد العلاقات المشتركة التاريخية بين البلدين في انتظار قمة الدول المصدرة للغاز بعد غد الاثنين إن شاء الله سعيد. احنا يعني تكلمنا البارحة على طبيعة العلاقات الجزائرية والقطرية عندها امتداد تاريخي، وخاصة في يعني العشرية الأخيرة أين يعني استثمرت قطر في مجمع بلارة الذي يشغل أكثر من 2400 عامل، هذه كمناصب يعني مباشرة دائمة، وأكثر من 5000 منصب شغل غير مباشر، يعني وفيه يعني تطلع في العام 2023-2024 أنه فيه يعني جناح آخر يعني أو جزء ثاني سيدخل حيز الاستثمار لتوسيع هذا المنشأة الكبيرة التي تقوم بصناعة الحديد وتحويله، أين يعني ستخلق مناصب شغل أخرى وتوجه يعني غالبية هذا المنتوج لتغطية حاجيات السوق الوطنية والتصدير كذلك. من جهة أخرى اليوم فيه يعني إمضاء لعدة اتفاقيات قطاعية بين قطاعات، مثلا قطاع العدالة، قطاع التضامن، الخارجية، التعليم العالي. أظن أنه الآن الجزائر وقطر دخلت إلى مرحلة تجسيد هذه الاتفاقيات وتجسيد هذه العلاقات عبر يعني شراكات في عدة قطاعات. من جهة أخرى ما نلحظ أنه ربما فيه لقاء على انفراد بين الرئيس عبد المجيد تبون وأمير قطر تميم، أين يعني كانت محادثات حول الأمور الإقليمية، ما يحدث في ليبيا بحكم أنه فيه توافق قطري جزائري في الأزمة الليبية، كذلك فيما يخص القضية الفلسطينية، قضية التطبيع، لأنه الآن يعني حسب التطلع لبعض المواقع الإخبارية أنه الخاسر الأكبر في هذه الاتفاقيات هي الإمارات، لأنه الإمارات الآن يعني أصبح يعني استثمارها نعم القطرية أثرت يعني أولا تمثل نسبة الاستثمار القطري في الجزائر يمثل أكثر من 74.3% يعني من مجموع الاستثمار العربي في الجزائر. من جهه اخرى العربي، نعم الاستثمار العربي، نعم العربي قطري. اتكلم القطري الجزائر. القطري لانه اكبر مستثمر تجاري عربي في الجزائر هو قطر يعني. قطر يعني نقول لك 74 فاصل يعني 3% في المئة. من جهه اخرى انه قضيه المغرب يعني رد الامارات انها فتحت قنصلية أو مكتب ممثلية في مدينة العيون الداخلة المحتلة، لأن الجزائر يعني الموقف تاعها واضح في هذا الشأن فيما يخص القضية الفلسطينية، ومعروف أن قطر رغم أن قطر عندها علاقات مع الكيان الصهيوني ولكن تعتبر من الدول التي تساعد وتقدم إعانات للشعب الفلسطيني كما فعلت الجزائر. تعليقك علي بولف. فقط أنا حسب رأيي، حسب معلومات، قطر ليس عندها علاقة مباشرة مع إسرائيل أظن. فعلا ليس يعني ليس تبع
يعني مكتب أعمال يعني مكتب أعمال يعني ماهيش علاقه دبلوماسيه ولكن مكتب أعمال، لأنه قطر الأمير السابق والد الأمير الحالي عنده يعني زار قطاع غزة وفي فيما يسمى بمشروع إعادة إعمار غزة، كان يعني عنده أكبر ممول للسلطة الفلسطينية هو قطر يعني في القدس وقطر. نعم أظن أن زيارة السيد بون إلى قطر كما قلناها البارحة يعني تدخل في إطارها الطبيعي، يعني علاقات ثنائية متميزة في القطاع في الجانب السياسي وجانبها الاقتصادي، وأنا شخصيا من الذين يميلون إلى إقامة علاقات لا تبنى على العاطفة وإنما على الواقعية والمصلحة المصالح المتبادلة، خاصة وأن الإمارات وكسائر بلدان الخليج تمتلك إمكانية مالية هائلة ولديها علاقة مع شركة كبيرة في العالم وتعلمت حتى في تسيير المؤسسات بطريقة حديثة، ويمكن أن تستفيد منها المؤسسة الجزائرية خاصة فيما يتعلق بالسياحة وبعض الخدمات. وشاهدنا مثلا أن كثير من الشركات القطرية قد اجتاحت في أوروبا وحتى أمريكا وإنجلترا، وبالتالي يمكن أستفيد منها زيادة إلى أن خبرتها أو الإمكانيات المالية التي تمتلكها قد سمحت لها باقتناء خبرات حتى في القطاع الفلاحي وكما قلت في القطاع السياحي، وبالتالي الاتفاقية التي أمضيت اليوم ربما تأتي بفائدة إلى الجزائر، زيادة إلى أن قطر الآن لديها في الجانب السياسي والدبلوماسي موقع ممكن شدت العصا في الوسط في القضايا التي تطرح جدل في المنطقة خاصة في الساحة الغربية. لم أسمع أن هناك موقف رسمي أو مباشر وحتى إزاء القضية اليمنية والقضية السورية، وبالتالي تتحاشى الخوض في القضايا التي تقسم بلدان المنطقة عكس وكانوا تقريبا شبه التوافق الآن مع الرئيس عبد المجيد تبون حول الرؤى حول الصف العربي، كانت هناك يعني أظن هذا تقارب بشكل كبير، أظن هذا خطاب دبلوماسي أكثر منه واقع، لأنه نعم الجزائر وقطر يتفاهمان هذا بدون شك، لكن في الكثير من الأحيان شاهدنا بأن قطر مثلا لديها علاقات ربما تشوبها بعض الغموض في بعض مع مثلا بعض المجموعات الإسلامية مثلا في الإخوة المسلمين مثلا في وقت قريب مثلا، ورغم ذلك أنها بينت بأن لديها علاقات جميلة مع الجزائر، لكنها مثلا هي اللي كانت معقل للكثير من المعارضين في الجزائر وحتى في الإسلاميين أتكلم المتشددين في الجزائر وحتى في مصر وفي بعض البلدان، وبالتالي خلقت لها مشاكل مع بعض البلدان المنطقة، لكن ربما الشيء المميز هي أنها لا تستعمل لغة السلاح عكس بعض جيرانها في الخارج. تفضل تعليق جاكمان. حتى الاتفاقيات هذه حسب رأينا تؤكد واقع، لازم ينبغي أن نعرف أن قطر أصبحت محطة تستقطب الكثير من الإطارات الجزائرية لا سيما في التعليم العالي، كان في الكثير يعني من الجزائريين يعني درسوا في الجامعات القطرية، كذلك حتى الخطوط يعني الجوية القطرية كان في الكثير يعني من الجزائريين اللي يشتغلوا فيها اللي يشتغلوا في هذه الشركة هذه، كذلك حتى في الإعلام كثير من يعني من وناهيك المحروقات، وبالتالي هذا الواقع الموجود، هذه الاتفاقيات اللي جات اليوم تؤكد هذا الواقع. كذلك كما قال الزميل علي، قطر لها إمكانية مالية هائلة لا بأس بها، واليوم شوفوا أنها استثمر في الكثير من البلدان الغربية لا سيما في فرنسا، لماذا لا نحن كعرب، وأنا هذه هي يعني المأخذ نتاعي، لماذا مع كل الإمكانيات اللي عند العالم العربي إلى حد الآن ما وصلناش أننا نخلق سوق يعني خارج السياسة يعني سوق مشتركة لصالح الشعوب، لما لا هذه الأموال مثلا هذه الأموال تروح إلى البلدان الغربية للبس بها، ما يش في حاجة الأموال لأنها عندها اقتصاديات متطورة، لماذا أنك أنت تقوي
تقوي الغرب عليك اقتصاديا فقط لاعتبارات انك لازم تبقى في الحكم وانك تبقى في النظام. هذه لربما على المدى الطويل ما تكونش حتى مصلحه يعني البلد نتاعك، لازم تكون فيه نظره يعني استشرافيه. اذا هذه الاموال اللي راهي موجوده اليوم في العالم العربي مع الامكانيات، لان حتى نشوفوا اليوم حتى الاطارات يعني كان فيه الكثير من الجزائريين، كثير من الاخوه المصريين، كذلك من الاشقاء من الخليج اللي اليوم يفون لي بوجور، لي بوجور تاع شركات يعني اللي راهم اليوم يسيرون يعني شركات كبرى يعني في الغرب. لما لا مستفيدوش من هذا الخبر يعني هذه كما نقولوا النخبه هذه؟ لما لا؟ وكذلك انا في رايي قطر في الكثير من القضايا تستدير يعني احنا قراب لان حتى هي في حاجه الى دعم، لان وضعها في المجلس الخليج التعاون ماهيش بنفس لا ماهيش بنفس يعني الصوره اللي نفكروا حتى هي تمشت نوعا ما. دونك لازم هي في حاجه الى كذلك الى فضاء تاع الدعم، ونظن وجدت يعني في بعض الاشياء تقترب من الجزائر. احنا لازم نستغل هذا كيما نقول العامل هذا، لان حتى جارنا لليوم هو يعني هو يستعين بالباقي البلدان الخليج الاخرى. طيب نذهب إلى موضوع آخر. بالأمس سعيد إرزي تم الإعلان على ميلاد مجلس جديد الاقتصاد الجزائري الذي يرأسه رجل الأعمال الجزائري سيد كمال بولا، الذي سبق للرئيس عبد المجيد تبون وذكره وقال بأنه يدر للخزينة العمومية أكثر من 50 مليون دولار. هذا ما جاء في لسان الرئيس عبد المجيد تبون في وقت سابق. تم تزكيته من طرف 70 شخص منخرط ما بين كان مزيج ما بين مؤسسات عمومية وحتى خاصة. هنا نطرح مجموعة من الأسئلة الشكلية وحتى في المضمون. هل هذه النقابة ستكون يعني شريك لرؤية الرئيس وتجسيدها على أرض الميدان، أم أنه مطالب من هذه النقابة كما مثيلاتها إيجاد الحلول الاقتصادية الناجعة؟ سعيد إرزي، هل أيضا هذه النقابة تم تأسيسها أيضا من أجل محو النقابات الأخرى التي كانت إلى وقت قريب تشتغل هنا، وكان أيضا رجال الأعمال هم الذين لديهم تقريبا الكارت الأخضر ومنح صفقات عديدة تم أخذها؟ هذا يعني النقابة ما هو المطلوب منها وغيرها يعني سعيد إرزي؟ هي أولا لو تمحصنا وتعمقنا في وحللنا الاسم، هو مجلس للتجديد. اسمح لي فقط أن أذكر بأنه حاولنا الاتصال مع سيد كمال مول أيضا للحضور وغير ذلك ولإبداء الرأي حول هذه القضية، ولكن ربما في الأيام القادمة لأنه تعذر عليه لأنه حسب يعني يقول بأنه ذكر كل شيء بالأمس. سنحاول ونوجه له الدعوة أن يكون حاضر إن شاء الله. يحبش وسائل هي هو جمع تقريبا الاقتصاديين. هي أول أمس هي أول أمس اتصلت شخصيا بسيد حسن خليفاتي وبعض الذين شاركوا في هذا الملتقى من أجل يعني أخذ بعض المعلومات. ولكن الشيء المؤكد أن هناك ديناميكية حرص عليها الرئيس، لأنه أول لقاء قام به الرئيس على مستوى رئاسة الجمهورية أنه استضاف النقابات الحرة أو المستقلة من مما يسمى بالنقابات التي كانت تشارك فيما يسمى بالثلاثية، النقابة والحكومة والباترونة. إذن هذه الجمعيات أو الفيدراليات الباترونة بمختلف يعني فيها حوالي 6 إلى 7 فيه يعني طرحوا عدة انشغالات للرئيس، والرئيس من جهة أخرى يعني بعد أن حلل الوضع ورأى أنه هناك فراغ، خاصة أننا نعيش أزمة اقتصادية وزيد على ذلك هذه الجائحة. العام والخاص يعترف بأن المجموعات هذه تاع الباترونة ساهمت بقدر كبير في عملية التضامن
في العامين الأخيرين يعني منذ بداية جائحة كورونا. وربما الذي ترأس هذا المجلس لعب دور كبير السيد كمال مولا، في خاصة لأنه كانت بليدة بؤرة يعني كبيرة انتشار ويعني قدموا الكثير. من جهة أخرى لو نقارن بفترة بوتفليقة خاصة في الخمس سنوات الأخيرة، أين استحوذ ما يسمى بالأفسيو منتدى رجال الأعمال بدون تسمية؟ لا نسميه يعني نسميه يعني هذا تاريخ موجودة في التاريخ يعني هذه الأفسيو كان يعني يحتكر كل ما يسمى بالأطروحات. لم يعد موجود الآن، يعني كان يحتكر كل الأطروحات التي تقدم للرئيس بوتفليقة في ذاك الوقت، وتدخل حتى في السياسة بطريقة يعني مباشرة خاصة من خلال الحملة الانتخابية، ومعروف هذا الشيء يعني أنه منتدى رجال الأعمال النقابة اليوم السعيد مطلوب منها أن لا تتدخل في السياسة. الآن مطلوب منها لا تتدخل أكيد السياسة. الآن هذا المجلس الذي أراده الرئيس، احنا تكلمنا في هذا الحصة وسيد لهاب يعني قال الكلمة المشهورة أنه على الرئيس أنه يعد رجاله ليس في مجال السياسة فقط، حتى في مجال الاقتصاد. أظن أنه هذه المقاربة الجديدة أو هذه الفكرة الجديدة عبارة عن إعادة هيكلة النقابات والحرة، ومن خلال هذا المجلس إعطاء نفس جديد لرجال الأعمال من أجل يعني المضي قدما من أجل تجسيد مشاريع استثمارية بطريقة قانونية. ولكن نبقى نطرح التساؤل دائما، لا يمكن أن ندفع بعجلة تنمية من خلال هذه المؤسسة أو هذا يعني هذا الهيكل إلى آخره ما لم نبدأ في تجسيد أو بإخراج وثيقة قانون الاستثمار، لأنه قانون الاستثمار مهم جدا من أجل بداية نشاط هذه هذا المجلس. تفضل علي. أنا أظن أنا مبدئيا كل تنظيم شيء جميل جيد. هذا مبدئيا، أي أن ينظم أنفسهم رجال الأعمال أو العمال أو المتعامل اقتصادي أو غير ذلك شيء جميل. لكن أنا لاحظت بأن فيه نية من السلطة أن تختار هي من تتعامل معه، هذا ربما جزئيا تفسره الوضعية الماضية التي تكلم عنها السعيد، عندما كانت مجموعة من رجال الأعمال كانت تستحوذ ليس فقط على الجانب الاقتصادي وإنما حتى على القرار السياسي، هي التي كانت تتدخل في القرار السياسي. منع رجل الأعمال مهما كانت صفته من العمل في المجال السياسي أظن أنه قرار غير دستوري، لأن في النهاية هو مواطن جزائري مهما تكون صفته أو رتبته في المجتمع. ما كان حتى واحد منهم. الدليل لا كثير من الاقتصاديين الآن في البرلمان. الدليل على الأعمال. لا كنت أتكلم على أن النقابة لا يحق لها أن تتدخل في السياسة، لكن جزء من عمل أي نقابة جزء سياسي ولو أنه ليس حزبي، ليس متحزب. وأنك اختلف، لأن عندما نقابة من رجال أعمال أنها تقترح مثلا سياسة اقتصادية أو قوانين للسلطة التنفيذية يدخل في الإطار السياسي، لكن لا يجب أن يكون الخلط بين المال السياسي والمال والسياسة، هذا شيء آخر. رغم أن في كل الحملات الانتخابية في العالم رجال أعمال أو المؤسسة تدخل بطريقة أو بالأخرى. المطلوب الآن هو أن تكون فيه نظرة اقتصادية واضحة، ولا نبقى ولا نشاهد الآن مثلا في هذا التكتل النقابي الجديد الذي خرج إلى ظهور البارحة أن فيه دخول لمؤسسات عمومية، لكن المشكل الذي يطرح هو أن تسيير المؤسسات العمومية ما زالوا يخضع لنفس النظرة التي سادت في السنوات الماضية، وما زالت الآن النظرة الاشتراكية بين قوسين أو ما يسمى برأس مال الدولة هو الذي يسيطر على تسيير هذه المؤسسات، وبالتالي خلق نقابة أو تشكيل نقابي يدافع عن حقوق أو عن المتعاملين الاقتصاديين بدون تغيير السياسة الاقتصادية لا أظن أنه سيصبو إلى شيء جديد. دائما نسمو أن يكون المجتمع مؤثر سياسيا، المجتمع المدني كذلك يكون مؤثر، حتى رجال الأعمال لازم يكونوا مؤثرين عندهم تنظيم.
لأنه هذا التنظيمات العمل اللي انت حول مهمتها وش هي؟ أنها تكون طرف طرف. ونظن هذو رجال الأعمال عندهم نفس الانشغالات وعندهم نفس المشاكل. ولا أنا ماهوش أنا ما يهمنيش الطابع يعني القانوني كان عمومي ولا خاص، لأن في آخر المطاف تلقاهم تصب في هدف واحد نفس المشاكل يعني مع المحيط إيه عمومية وسواء لا لا حتى أحيانا عمومية تعاني من المحيط. لا لا الإنسان هذه حقيقة يعني هذه حقيقة، وبالتالي خلق إطار وين هذو المتعاملين يعني الاقتصاديين يطرحوا انشغالاتهم مليحة، لأن الرئيس الجمهورية ما يقدرش يتناقش على مثلا على كل واحدة على حدة، لازم يكون فيه تنظيم ليحمل الانشغالات انتحب. هذه العقدة اللي عندنا احنا تاع العلاقة بين المال والسياسة. من حق رجل أعمال أنه يدعم ولا يساند اتجاه ليضمن المصالح نتاعو معين. نعم وهذه معروفه، هذه ما بال احيانا قناعات شخصيه. لا الدستور يفرق اليوم مثلا تشوف في فرنسا، لكن هناك خطاب في السلطه عكس العضوي نحكي من القانون. تشوف اليوم فرنسا مثلا حتى في المترشحين كاينين يعني كاين رجال الاعمال ولا المال اللي دعموا بعض المترشحين، وهذه يعني في بلد ديمقراطي يعني لكن هما مقنن يعني هو مقنن يعني الشفافيه نعم هو مقنن يعني الانسان كيمد المال كان شحال حتى يعني السقف. لا اعتقد بانه في القانون العضوي الحالي موجود هذا الامر يعني لا موجوده يعني. الاسهامات الرجال الهبات والتبرعات الى اخره مكفوله سواء في الاحزاب السياسيه. ولكن يا استاذ احنا دائما نتكلم لان الى حد الان لم نفصل بعد في النموذج الاقتصادي اللي نحبوه احنا. هذا هو التقدير الاشكاليه. هل راح نعطي سامحني هل راح نعطي حصه الاسد للقطاع الخاص مثلا مع العلم ان فيما يخص القطاع العام ما بقاش كثير من عندي المؤسسات يعني. والله بكل صراحة هي سيد يهاب عفوا هناك أعضاء فاعلين في هذا المجلس هناك أعضاء لا هناك أعضاء فاعلين مثلا نحكموا القطاع نتاع لاكرو اليمونتير كل تخصص الأغلبية الساحقة تخصص الصناعة الغذائية يعني ما بقاش يعني الصناعة الغذائية ما بقاش يعني فقط اليوم أنا لازم حتى على مستوى الدولة أنه يكون في يعني كما قلت تصور. قال أنا مثلا نحكم كدولة نحكم القطاعات الاستراتيجية ولكن الأشياء الأخرى ما عليهش يا سيدي. لما نحدد الاستراتيجية نتاعنا ونحدد النموذج الاقتصادي الأمور الأخرى تجي سهلة. كذلك فيما يخص مثلا الاقتصاد نتاعنا اليوم مثلا نتكلموا عن القطاع العام الكثير من المؤسسات أي مغلوقة فعلا سامحني هذه المؤسسات علاش مغلوقة سيدي؟ علاش منع سيدي مانيش الدولة مانيش قادرة تسيرها أعطيها الخواص حتى بالدينار الرمزي ولكن ندير معها دفتر أعباء. قال خويا هاو قداش نعامل تخدم هاو قدا نعامل دفتر شو دفتر أعباء نعم ودب راسك هي في هذا الإطار حتى نخرج من الموضوع لا لا القطاع العام هنا كان مجمع كوسيدار مثلا مجمع علوم مهم ولكن ناجح بامتياز دخل حتى في استثمارات فلاحية مجمع صيدل في الصناعات الصيدلانية راهو مجمع حتى فيه كذلك حتى نخرج من الموضوع هذا مهم لأن المستقبل تاع البلد مربوط بهذا يعني بكل صراحة. كذلك لازم نعرف الإطار القانوني تاع الاستثمار. أنت يا أخوي لكن سمحني وش يقول لك حتى الأجانب يقول لك أنت ما عندكش كل نهار تجيب لي قانون قضية الاستثمار في القوانين لا لازم يا أستاذ أمن القضايا يا أستاذ لازم ضمانات مش واحد سمحني شوف إذا كان يعني المواطن ولا تستدير المستثمر الوطني يجيب أمواله فهمت ويجيب جهده ويقعد عامين وثلاث سنين وما عندوش الرخصة ولا ما عندوش الاعتماد باش أنه يخدم ما بالك الأجنبي
أجنبي هو الوقت عنده حاجة مهمة. سنعود إلى قضية الاقتصاد، نبقى دائما في الاقتصاد ونتكلم أيضا على ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. تقريبا الخام الجزائري صحاري بلند في المرتبة الأولى من بين الخامات الأخرى ب 96.21 سنت دولار للبرميل. سنناقش هذا الأمر وانعكاساته أيضا على الواقع الاقتصادي. هل يمكن للسلطة أنها تستغل مثل هذا الظرف ما دام أن الموازنة العامة بنيت على سعر مرجعي ب 45 دولار؟ على كل حال نناقش كل هذا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. نواصل دائما الحديث على قضية ميلاد مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري الذي كان بالأمس. سعيد علي كان ذكر قضية أن السلطة تحاول أو تريد أن تختار رجالها. نتكلم على الظرف الاقتصادي الحالي حينما صرح الرئيس مؤخرا في لقائه مع ممثلي الصحافة بأنه لم يكن لدينا اقتصاد في وقت سابق. هل الظرف الاقتصادي الحالي الآن بكل ما لديه وتجاذباته الاقتصادية يتطلب رجال آخرين؟ يعني لأنه كما يقال أو يقول أصحاب الخبرة في الاختصاص أنه لا يمكن بناء اقتصاد بنفس الأشخاص وبنفس المنظومة التي كانت في السابق. هل علينا الآن إنتاج أشخاص آخرين، إحداث ديناميكية أخرى لبناء هذا الاقتصاد؟ نحن على مشارف الحراك الذكرى الثالثة، ما يسمى بالشعار يرحلوا قاع، يروحوا قاع. احنا هذا من بين الوجوه اللي موجودة هنا في المجلس هذا، كاين الناس كانوا في منتدى رجال الأعمال الأفسيو دي كانوا من قبل، ولكن هذا لا يعني أنهم كانوا من الجماعة الفاسدة والتي استولت واحتكرت الأموال والقرارات وتدخلت في السياسة. احنا بعض الوجوه اللي رأيهم هنا يعني معروفين، هم ابن عن جد استثمروا. مثلا السيد مولى، مثلا السيد مولى يعني عائلة معروفة بدأت الاستثمارات في سبعينيات القرن الماضي وأعطت يعني النتائج نتاعها وأصبحت يعني تصدر المؤسسة نتاعهم كباقي المجموعة اللي راهم هنا أعضاء مؤسسين معروفين. الأخر فيهم تلقاه يعني عنده أكثر من عقدين ولا ثلاث عقود يعني في مجال الصناعة، ماهوش كيما منتدى رجال الأعمال المرة اللي فاتت تلقاه داير ريجستر كوميرس عامين ولا عام، دخل لأنه عنده كريدي بونكار ودخل في هذيك المجموعة، هذيك ما يسمى اللوبي تاعهم، واستحوذوا على كل القرارات الاقتصادية. الآن حان الوقت الآن أن نتصالح مع أنفسنا، ولكن كيف نتصالح؟ نتصالح لما نتكلموا على الاقتصاد لازم نعطيه لهم هامش تاع الحرية، ولا نعطيه لهم يعني الحرية لهؤلاء رجال الأعمال أنهم يقدموا للجزائر ما عندهم من إمكانيات، سواء في الإنتاج ولا في الصناعة، في دفع عجلة الاقتصاد إلى آخره. ونعود ونولوا الآن هذه النقابات دائما تتفاوض مع الحكومة ولا ترسل رئيس الجمهورية، دائما هناك مشكل البيروقراطية. بيروقراطية وين؟ في الملفات. يحب مثلا يوسع في الإنتاج نتاعو في اللوزين نتاعو، يكون عنده مشكل في العقار، ويكون عنده مشكل حتى في الأموال في البنوك، البنوك تعطلوا، ومن بعد يولي هو يخسر الصفقة اللي درها مع يعني الفورنيسور نتاعو اللي بعث له. إذا احنا باش ما نعاودوش ندوروا في حلقة مفرغة، لابد من يعني إخراج وثيقة قانون الاستثمار في أقرب وقت ممكن. ما تقدرش ترسي نموذج اقتصادي بدون أهل الاختصاص ولا أهل الميدان، مش ممكن، لانه ما هما في الميدان وعم بلم بالمشاكل والمعاناه تحمل اليوميه. كذلك انت في التصور نتاعك اليوم كدوله تحاول تبني اقتصاد خارج المحروقات، راح نتكلموا على اذا على تصدير مواد تنتج محليا. انا نشوف يعني في الاغلبيه الساحقه منهم داروا تجربه تاع الاستيراد حتى وين الكميه كانت صغيرة. لا تصدير. ولكن أحيانا حبوا يتوسعوا، ولكن كانت عندهم مشاكل كثيرة، أولا فيما يخص الاعتمادات، كذلك فيما يخص الأموال، ولا سيما في العقار. لأن
الانسان اللي عنده تجربه في الاستثمار عقار صناعه تقصدي العقار عقار واحد اللي نجح واحد نجح بده انه يتوسع 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 ما يبقاش مرتبط بماده او بمنتوج ولا اثنين ينوع المنتوجات نتاعو باش على الاقل يبقى موجود في والكثير منهم والكثير منهم عانوا الى حد الان مازال يعانوا من هذا المشاكل. كذلك انا ضمعني صوتي السعلي لما اتكلم على مستثمر اللي اليوم راهو في الـ في الـ في السجن حتى هو ما نطعنش في الـ انا عندي بعض المعلومات حول هذا الملف. يعني هذا ما يستدعيش انه يبقى في الحبس هذا كما يقولوا في الحبس الاحتياطي الى هذا الى هذا الساعه يعني الى الساعه. انا حبيت برك نقول باللي بعض القرارات اللي تتخذ ليست فقط ليس بضروره في السلطه الحاليه لكن جست قبل ذلك مثلا بسجن بعض رجال الاعمال اعطت للجزائر ضربه سيئه ونظره سيئه في الخارج واعطت الانطباع بان كل رجال الاعمال الجزائريين خارج القانون لكن الواقع يؤكد بأن هناك رجال أعمال يحترمون القانون ويحترمون قواعد اللعبة رغم أن لا يجب أن نكذب على أنفسنا. رجل أعمال عندما يستثمر لربح الأموال بضرورة لكن هو أيضا يجب أن يحترم قواعد اللعبة وبالتالي كان لزاما على السلطات الجزائرية القضائية وحتى السياسية أن تحافظ على بعض المؤسسات الكبيرة ولو أن فيها أخطاء مثلا تسييرية أو أخطاء متعلقة بالسياسة المنتهجة في الماضي وحتى في بعض التجاوزات في القانون لكن يمكن أن نعالج. ولكن سعيد هناك رجال أعمال يعني كان هناك رجال أعمال شرفاء نديرهم فوق رصاننا وغير ذلك ولكن هل الذي أخذ قروض بالملايير تسميه رجل أعمال؟ لا 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 رجل أعمال الذي نهب وكذا تسميه رجل أعمال؟ لا 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 أتكلم عن الأعمال الذي يذهب إلى ترشح للسيناء ولا غير ذلك ليحمي نفسه من الاستثمار هل هذا رجل أعمال؟ لا أتكلم على الذين كانوا يعملون بال كوموند بوبليك لأن ما كان ماشي رجال أعمال ما داير هذه الشركات راحوا خلاص ما بقاوش لا لأنه كان يخدموا بالبطل السجن. اسمح لي لا 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 هناك عدالة هناك قضاء هناك ملفات لا 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 القضاء لا أتكلم على هذا لأن فيه توجه سياسي ما نكذبوش على وحدنا كان فيه توجه سياسي في ذلك الوقت بمحاسبة البعض اللي كانوا يديو بالأموال العمومية الشركة نتاعهم راحت ما كانش لأنهم لو كان ما كانش لا كوموند بوبليك ما كانش شركة لكن بعض رجال الأعمال العمومية الشركات ما زالها قائمة وما زالها حتى أنها تخترع الآن أكثر من ذلك راهي تصور وراهي تصدر وكانت حتى تستثمر في الخارج وبالتالي مع مصالحة اقتصادية مع هؤلاء يعني. بطبيعة الحال لأن عندك الآلاف لا 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 لأن هو قال هؤلاء في السجن لا 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 رجل في السجن لأن أكبر مستثمر في مجال دول لم يحاكم الآن من جال أعمال كثيرة لا هذا في قضاء ما تخلش روحي لا ما تخلش روحي بالقضاء المافيا اللي كانوا في المافيا اللي كانوا في مافيا باينين لان هناك حتى رجال اعمال اللي كانوا ضحيه هؤلاء وحتى انا عندي الان ملف مثلا كان يحب يجيب المستثمرين اجانب جزائري مقيم في فرنسا وجاله واحد مستثمر من هذوك الجماعه رجال اعمال اليوم في السجن الان وقالوا انا للديمارشي ماشي انت وبمساعده المسؤولين اللي كانوا في الحكومه في ذلك الوقت لا اتكلم عن هذا اتكلم اللي عندهم مؤسسات وناجحه وتخدم الناس وتطور وتسمع حتى في الخارج لنجاح ما يمكنش لا زكي ما لازمش نخلطوا لانه هناك صفحه بين رجال اعمال هناك رجال اعمال نزهاء وصافين وخدموا في ثلاث عقود ولا عقدين داروا الثروه تاعهم اكيد ولكن هذوك رجال الاعمال اللي كانوا دايرين اللي هما في العصابه وخذوا ملايير واحتكروا السوق حتى منعوا عده رجال اعمال حبوا يستثمروا هنا يقولوا لهم اما دخلوا معنا ندخلوا معكم كشركاء حتى وزراء الان بعضهم بدون تسميه اسمائهم موجودين في السجن عطلوا مصالح اقتصاديه لرجال اعمال جزائريين يحبوا يستثمروا يقولوا لازم تدخل لي ولادي معك شركه هذه يعني واقع لا يعني موجوده احنا الان الرئيس كان صريح الاسبوع اللي فات في لقائه مع الصحافه قال لك عندنا اقتصاد منهوك اقتصاد
محطم ما عندناش اقتصاد. ما كاينش عندنا اقتصاد. ما دام ما عندناش اقتصاد هو الان هذه الفكره هذه تاع المجلس هذايا انا بحثت انا على الحيث علاش جات. اولا الحضور كان محتشم يعني بانتقائيه يعني ما قدروش يعني يعيطوا كاع للناس وحتى كاينين عباد. عندك معلومه؟ عندي معلومات. هذه هي طبيعه الجمعيات والمؤسسات لانه كاين عباد تبدا بمجموعه لانه كاين بعض رجال الاعمال غاضهم الحال كي ما حضروش وهذو رجال الاعمال هذو بين قوسين من العصابة نسميهم من العصابة حبوا يبيضوا الصورة تاعهم من خلال الدخول في هذا اسمه لذلك حضروا فيها 70 واحد. أظن أن الأيام القادمة سوف توربل القضية اللي يكون في هذا المجلس هذا مش معناته المجلس هذا تسمى حاجة يعني صفوة ولا اسمه ولكن هو إطار. نعم فعلا. هل معناته لا يلغي النقابة الأخرى وكان توجه الناس تقول لك هذا اللي راهم في النقابة هذه معناته صفوة وفي الآخرين لا بالحق اسمع بالحق رجال أعمال أخرين يديروا تنظيم تاعهم ولكن هذا التنظيم لا يلغي النقابات الأخرى التقليدية المعروفة وحتى النقابات الأخرى حسب المعلومات اللي عندي بعض النقابات لا تمثل إلا نفسها نفسهم في المكتب يعني ما عندهمش أعضاء أخرى ما عندهمش يعني جمعيات متخصصة في القطاعات داخلة فيها حتى 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 وزن الشركات ما عدا الكتلة المعروفة بكري الأخرى يتقع تلقاهم شركات صغيره تاع تجاره ولا تاع عائليه ما كاش حتى تكلم على على الفيدراليات والنقابات الموجوده سابقا تاع رجال الاعمال بعض الاحيان شركه تاع بناء صغيره ولا هكذا مش اكبر الشركات كانت متواجده في الـ في الـ في, الـ في الجمعيه المعروفه بكري يعني بكل صراحه والان ربما الكثير منهم دخلوا في هذه النقابه لان فيه نيه ربما لكي تكون الشريك الاساسي في عند رجال الاعمال وسمعت السي خليفاتي تقول باللي ربما ستكون فيه لقاء ليس ثلاثية ولكنما ثلاثيات أي تشارك فيها نقابة عمالية أخرى وتشارك فيها رجال أعمال. أريد فقط أن أنوه بأن هناك حلقة ضعيفة في هذا المجال هما العمال لأننا نتكلم عن الشركات وننسى بأن الشركات نعم يستثمر فيها رجال الأعمال لكن هناك عمال هناك من يخدم لأن اليوم الشركات الخاصة الشركات الخاصة اليوم أغلبها لا تسمح مثلا بتأسيس نقابات زيادة إلى أن الكثير ما زالهم بعقلية أنت خدام عندي ونوكل فيك ينسى بأنه شريك وأنه يشارك في خلق الثروة وبالتالي هناك الرأس المال الذي تبدأ به الشركة لكن هناك أيضا رأس المال البشري الذي هو يخلق الثروة وبالتالي يجب أن نرقى إلى هذه النظرة. مثلا في الغرب الآن الشركات تدخل العمال كشركاء لتحفيزهم للعمل أكثر وللمد أكثر وهناك تحفيزات مالية والآن هناك شركات في الجزائر تربح الأموال كثيرة لكن العمال هما الحلقة الأخيرة وأنا سمعت في بعض رجال الأعمال يتكلم باحتقار حول عملهم في عكس هم الذين يخلقون الثروة وبالتالي يجب أن نفكر إلى هذا الجانب. نناقش أيضا عبد الوهاب جاكون قضية ارتفاع الأسعار النفط في الأسواق الدولية ربما عندها عوامل غير ذلك ربما ما الأزمة الأوكرانية الروسية ساهمت في هذا الارتفاع. صحاري بلاند وصل إلى رقم قياسي 99.30 سنت دولار الأسبوع الماضي اليوم راه 96.21. نتكلم على الأسعار المرتفعة مدام الموازنة العامة كانت جاكون الموازنة العامة بنيت على 45 دولار. الاقتصاد الجزائري مبني على الريع البترولي أكثر من 90% من العائدات هي من البترول. هل يجب أن نستغل هذه الفرصة لأنه كانت فرص في وقت سابق بحبوحة والبرميل وصل إلى مستويات قياسية هل يمكن أن يجب أن نستغل هذه الفرصة لبناء الاقتصاد وليس لإعادة تراسكلة نظام الريع الاقتصادي؟ يا أستاذ بابا الله يرحمه وش كان يقول الفرنك الزيد مليح إذا كان في ارتفاع على الأسعار لازم درك نفكر تاع ترشيد هذه العمله الصعبه وين نحطوها لازم نعرف وين نحطوها ماشي كيما بكري كلش نجيبوه كان سوارد نجيبوه كلش اشري بيعه لا اشري جيبوه وصلنا 60 مليار استيراد يعني المال تاعنا كامل مليار دولار راح في الاستيراد ولينا نجيبوا الرمل الحجر نجيبوه كلش التراب ايه زادوا علينا سوارد عدنا نجيبوه كلش لا فعلا حان الوقت يا أستاذ المحترم لما تدخل لك فرنك خبيه وشوف وانت تستثمر معليش يا سيدي نعطيه يا سيدي الواحد خاص حبي يستثمر نعاونه لماذا
لكن غدوة يخلق لي ثروة لما ما نساعده، بس حيروح في الإنتاج مش يروح في الاستهلاك. هو قال لك رئيس الجمهورية ما عملش حتى وش رانا ننجو، على الأقل نعرفوا وش عندنا. كي تعرف وش عندك وش ما عندكش، اللي ثم قادر تحدد الاستراتيجية تاعك، ثم تعرف وين راح تحط صواردك. مي هكا مي هكا. أنا نقول لك كاين فيه نسيج، كاين فيه مؤسسات، ولكن هل أنا في عدة مرات لما نتلاقى مع مسؤولين نطرح لهم هذا السؤال، ما هو مصير هذه المؤسسات اللي تنتمي للقطاع العمومي ومغلوقة مغلوق. عمرها ما حلت، بلوها في السبعينات وفي الثمانينات هياكل اختصاصية، لا موجودة موجودة بالآلات نتاعهم كلش، وبصح ما يشبه هاي رشات الماشينات تاعهم رشاو. لما لا حتى في اطار التقشف الذي كان في 2014 هناك مجموعة، لما لا هذا من المؤسسات نحصيها. شوف عندك مأرب، يعني مأرب لهونغار ما شاء الله، اسواق الفلاح الكثير منهم مازال مغلوق. يرحم بك، لما لا؟ علاش ما نستعملوش هذا؟ علاش ما نعلمهمش؟ علاش بوركو عند هذا الكومبلكس يا خويا؟ لكن كاين خاص، كاين النيجيري الجزائري قادر انه كيما يقولوا سياره وينشطها، علاش ما نعطيهالوش؟ المهم يخلق لي مناصب شغل وثروه. هذه تفضل علي. انا حبيت برك نقول باللي ارتفاع اسعار البترول يذهب اساسا، وهذا كان اظن انه فيه كان مرتقب انه المال الزائد هذاك يذهب الى تغطيه عجز الميزانيه اللي اصبح كبير جدا، اصبح اكثر من 20 مليار دولار في هذا العام، وبالتالي سيساعد دولنا مثلا في بدايه الالفيه. هي من بين الاشياء القليله اللي كانت ايجابيه في ذلك الوقت هو خلق صندوق الواردات هذاك الايرادات لابريكواسيون تاع لاعاده الموازنه او تغذيه العجز في الموازنه، وبالتالي سيساعد ذلك وسيرفع ايضا من الميزانيه البتروليه، لان مثلا في السبعينات الثمانينات لحقنا الى نسبه ميزانيه البترول في ميزانيه الدوله الجبايه البتروليه 45% و 65% العكس. الان عكسنا في 2014 العكس الايه ولات 56، وهذا خطر 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 كبير، وبالتالي ربما ينقص هذا في ميزانيه الدوله ويساعدها، لكن هذا ظرفي كما قال عبد الوهاب، ويجب التفكير بتنويع الاقتصاد. نعطيك مثلا معروفه، لكن مثلا في النرويج بلد بترولي وغازي بامتياز، لكن ميزانية الدولة تعتمد على 15% على أظن من الجبال البترولي، أما الباقي فهو الاقتصاد الآخر الذي يمدوا البترول. الجبال البترولية أو الإعادات البترول واش يديروا بها؟ هو عندهم مخزون لعائد البترول، هي مخزون للأجيال القادمة، زيادة على أنها تمول مثلا التلاميذ في المدارس وفي الجامعات لتشكيل جيل مثقف ومربي بدون إعانة الوالدين والتخفيف على العائلات المعوزة، وبالتالي هناك مجتمع متماسك ومتناغم وفيه كل الإمكانيات. أما نحن لحد الآن نتأكل عليه بزاف، مثلا في بداية الألفية أنا أتفكر أن السلطات كانت تتكلم عن تنويع الاقتصاد، لكن في وقت أنه طلع البترول نسينا كلش وبدينا نصرف وحتى نعود إلى تصريح الرئيس الأخير، يعني ذكر بأن الجزائر لدغت مرتين يعني، وذكر حتى قضية الأجيال، البترول يجب أن يبقى للأجيال القادمة. هنا الرؤية تقريبا واضحة بأنه يجب أن نخرج من قضية السياسة الاقتصادية تابعة فقط للريع البترولي، دائما ننتظر الأسعار طلعت هبطت وغدا. ما يكفيش أنك ترفع الشعار، هل كاين قناعة من الناس كل؟ أنا ما نقولش غير السلطة والنظام، لازم تكون قناعة عند الجميع، عند القناعة عند الجميع، حتى الناس اللي يعملوا في مجال الاقتصاد لازم تكون هذه القناعة. هي أصبح الآن لزاما علينا والسلطة تتحمل المسؤولية من جهة بالدرجة الأولى أنه ندخل إلى يعني الاستثمار والعمل خارج إطار المحروقات. المحروقات الآن كما قال سي عبد الوهاب الدور هذاك زياده راهي يعني مليح يعني فايده على كل الزيادات اللي كاينه في البترول. كما قال الاخ علي الزميل علي، اولا نغطيو العجز في الميزانيه باش نتهناو منها، ثم الفائض اللي يكون
نحتفظ به ولابد من ترشيد النفقات من جهة. الآن عندنا الجزائر بمساحة قارة، دائما نقولوا تنويع الاقتصاد ها، لو نستثمر في الطاقة الشمسية ونستثمر في الفلاحة فقط، يعني تركز الدولة غير على هذا، ومن جهة أخرى تنوع الاقتصاد، يعني تشجع ما يسمى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا المستثمرين وهذا الرجال الأعمال أرباب الأعمال اللي يحبوا يديروا التوسعة الإكستنسيون نخليهم يديروا الإكستنسيون، لأنه الإكستنسيون واش معناتها تخلق مناصب شغل جديدة، معناها تزيد في الثروة، تخلق الثروة زائدة على الثروة اللي كانت من قبل، كذلك تغطي حاجيات السوق المحلية وتروح للتصدير. الآن إذا البترول، يعني كما قال الرئيس، لدغنا مرتين لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين، ها احنا لدغنا مرتين، حان الوقت الآن هذا البترول لازم يدخل ما يسمى يعمر الصندوق السيادي. هناك ما يسمى بالصندوق السيادي، الصندوق السيادي هذا هو صمام الأمان إذا لحقنا إلى 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 واحد الخط الأحمر وين الاقتصاد تاعنا اعترف الرئيس أنه خلاص محطم إلى آخره، نبدأ أزيرو من الصفر ونبنيه منظومة اقتصادية قوية لا تعتمد على البترول، وخاصة الصندوق السيادي هذا ما لازمش، لأنه كاين الناس يقول لك الرئيس خرج دراهم، كيف واجهنا هذا الكوفيد؟ يعني ماشي الآن راني دافع على سياسة الرئيس، ولا كيف دافعنا على الواقع؟ الواقع دافعنا على الوسمو، لأنه هناك يعني ما يسمى بالآخر، يعني الاحتياط السيادي خذات فيه الجزائر باش واجهنا الكوفيد. كل أزمة احتياط الصرف، احتياط الصرف هذا كانت تحصيل حاصل، كان يعني زيادة على تحصيل حاصل، ولكن الآن هذا الاستيارات فقط. أنت تكلمت أخي تكلم على الأجيال القادمة، احنا تكلمنا على قانون هذا النفايات، قلنا في أمريكا أنه في صحراء نيفادا تردم، يعني تدفن هذه النفايات للأجيال القادمة، حتى عندهم احتياط تاع البترول للاجيال القادمه كما ذكر الاخ، سواء في الولايات المتحده ولا في البلدان الاسكندنافيه. الان لابد من قرار سياسي، نوليو القرار السياسي ونوليو كذلك الى عد رجالك يا سي تبون، حتى الوزراء. ولكن الا تعتقد بان القرار السياسي موجود الان؟ الرئيس هو الذي يتكلم، ولكن خطاب لحد الان، ولكن خطاب اعترف في الواقع، ولكن الرئيس اعترف في بعض في لقاء مجلس الوزراء انه اعطوا له ارقام خاطئة فيما يخص الحبوب وفيما يخص. مؤخرا في الجريدة الرسمية، في الجريدة الرسمية في العدد التاسع أعتقد الذي خرج في 3 فبراير، أنشئ ما يسمى بالمجلس التنفيذي الذي ذكره في وقت سابق، تكلم عليه الجريدة الرسمية بشكل كبير لمرافقة مدى تطبيق تعليمات الحكومة، وأكيد الحكومة تطبق تعليمات الرئيس يعني على أرض الواقع. نتكلم هنا لأنه هناك تعليمات لا تطبق، أن تكون قرارات واقعة، عندما مثلا يقرر مجلس الوزراء أنك تستعمل الطاقة الشمسية في البلديات في غضون 3 أشهر، الكل يعرف بلي هذا مستحيل، ولو حتى في الولايات المتحدة مستحيل، وبالتالي عندما تتخذ قرارات واقعية ممكن تطبقها، لكن عندما تقول بلي مثلا في عام وانا نصنع لافيو، انت ما عندكش مين تصنع لي الكاوتشو، هذا كنا نتكلموا البارح على هذا الموضوع، وبالتالي الخطاب الذي لا يتبع بقرارات او بقوانين سيصبح خطاب، هو دور الرئيس هو أنه يقوم بالخطاب توجيهي، يوجه السياسة، يقود السياسة، أما التطبيق فيجب أن يأتي في المستويات الأخرى، وإذا لم يأتي لن نخرج بنفق. لازم تكون قناعات لما تدير أنت حاجة، فهمت راك أنت عينت على قطاع معين، لازم يا إما راك قانع بالسياسة تاع الرئيس ولا ماكش قانع. هذه انا واش قلت لك، اللي لا بور كونفورتي لو بريزيدون دون سا ديمارش. المجلس التنفيذي الذي انشئ تقريبا مؤخرا ممكن انه يتابع قضيه، وعلاه وصلنا يعني لهذا، علاه وصلنا، سمعني، علاه وصلنا هذا الوضع؟ لماذا؟ لأن الوضع هذا حتى نخلق لنا مجلس يتابع تطبيق القرارات، انت واش هذا المسؤول واش يدير؟ انا اذا كان اليوم تكون تلقائية، تكون أوتوماتيكية، تكون تلقائية، وعلاش نعطيك باش ما تطبق سياسي؟ نحيك ونحط لي قناع بالسياسة، وحتى خويا استدير يراهن بالمنصب تاعو، ويراهن حتى بالمستقبل تاعو، حتى يا خويا معليش يا سيدي، يدير ويروح الحبس، وين؟ المهم هو قام بحاجة، أو قام بحاجة، أقدمها. بإرادتي. بإرادتي وخدم.
طيب سعيد رزي شكرا جزيلا لك، وعبد الوهاب شكرا جزيلا لك، وعلي ابو خلاف شكرا جزيلا لكم. كنا نريد ان نتكلم على هذه قضيه الحرب بين روسيا واوكرانيا، تقريبا قاب قوسين او ادنى من انه يكون هجوم روسي اوكراني، يعني تقريبا كل المعلومات الاستخباراتيه تقول بان روسيا ممكن ان تقوم ب فيه اتصالات بين الرئيس بوتين والرئيس ماكرون اليوم، ربما فيه 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 مبادرات كثير كثير دبلوماسيه ممكن ان تؤخر على الاقل نشوب حرب. واذا كانت هناك هجوم سيكون له ارتداد ايضا على النفط وغيره في كل اوروبا وفي كل العالم، ممكن ان تكون كبيره. سنعود ربما في هذا الموضوع غدا ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعه والوفاء، والى الغد ان شاء الله.